ومن دير البلح ينضم إلينا مراسل العربي عبد الله مقداد. عبد الله، أطلعنا على أبرز التطورات في القطاع. ديما، حتى هذه اللحظة لا زالت قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل عملياتها العسكرية في مناطق شمال القطاع والمنطقة الجنوبية من القطاع، في رفح تحديدا. إذا ما تحدثنا في الشمال، فنحن نتحدث عن منطقة حي الزيتون إلى الجنوب الشرقي من مدينة غزة. آخر ما سجل من غارات هناك هو استهداف لمنزل سكني في تلك المنطقة، ودمر المنزل بشكل كبير. حتى هذه اللحظة لم ترد أنباء عن إصابات أو شهداء، ولم تعلن الطواقم الطبية عن انتشال أو إجلاء لأي من المصابين من تلك المنطقة. وتيرة العمليات العسكرية هناك مستمرة، واليوم تصاعدت بشكل كبير سواء على صعيد القصف المدفعي أو على صعيد الغارات التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على هذه المنطقة بشكل أساس. بالتوازي مع ذلك، كانت هناك عمليات إطلاق للنيران وإسقاط لقنابل صغيرة من قبل الطائرات المسيرة المعروفة بكواد كابتر في منطقة شارع الصحابة وسط مدينة غزة. في وسط القطاع اليوم شيع الفلسطينيون جثامين أكثر من 10 شهداء سقطوا جراء سلسلة استهدافات تعرضت لها منطقتي البريج والنصيرات وسط القطاع، وكذلك المنطقة الغربية لمخيم النصيرات، حيث استهدفت مسيرة إسرائيلية تجمعا للمواطنين في تلك المنطقة وسقط عدد من الشهداء والجرحى، وصلوا إلى مستشفى العودة ومستشفى الشهداء الأقصى في مدينة دير البلح وسط القطاع. في مدينة رفح أيضا انتشلت الطواقم الطبية قبل أقل من ساعة عدد من الشهداء في منطقة غرب رفح، وتحديدا في منطقة تل السلطان، فيما لا زالت الطواقم الطبية تحاول الوصول إلى مزيد من المناطق في داخل مدينة رفح جراء استمرار سياسة الاستهداف وسقوط عدد من الإصابات والشهداء والذين لم تتمكن من الوصول إليهم نتيجة شدة عملية الاستهداف وإطلاق النار من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي والآليات التي باتت تتمركز في قلب مدينة رفح وفي المناطق الجنوبية من المدينة والمناطق الشرقية من المدينة. جيش الاحتلال عمد إلى استهداف المنازل هناك وتفجير الأحياء السكنية وتدمير منازل المواطنين، وكذلك تنفيذ غارات جوية على منازل المواطنين في مختلف أنحاء مدينة رفح جنوب القطاع. إنسانيا، لا زالت الأوضاع الإنسانية تراوح مكانها في داخل قطاع غزة، لم تدخل مساعدات حقيقية بشكل أساس ويسير إلى داخل القطاع. ما يدخل أو ما دخل خلال اليومين الماضيين هي شاحنات محملة بالبضائع الخاصة بالقطاع الخاص، وحتى أعداد الشاحنات ليست كبيرة مقارنة بالاحتياجات المتزايدة في ظل حالة تعطش كبيرة للسوق المحلية للكثير من المنتجات والسلع الغذائية والأساسية والتي افتقدتها الأسواق على مدار الـ3 أسابيع الماضية. ولا زالت حتى هذه اللحظة قوات الاحتلال الإسرائيلي تضع الكثير من العوائق أمام إدخال المساعدات وحتى البضائع والسلع الأساسية إلى داخل غزة. من دير البلح مراسل العربي عبد الله مقداد، شكرا جزيلا لك.